وأخيرا من جريدة الشروق الصحة، 109 حالات إصابة بالغدة النكافية و44 بالجديري و5 بالإنفلونزا الموسمية في أول أسبوع للدراسة. أعلن الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة عن إصابة 158 طالبا بأمراض معدية منذ بدء الفصل الدراسي الثاني، موضحا 109 حالات إصابة بالغدة النكافية و44 إصابة بالجديري المائي و5 إصابة بالإنفلونزا الموسمية. وأضاف قنديل أن فترة الحضانة لهذه الأمراض لا تقل عن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهو ما يؤكد أن هؤلاء الطلاب لم يصابوا بها داخل المدارس، قائلا هي أمراض عادية تحدث في المجتمع على حد قوله.